الحال؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير وعلى خير. احنا رجعنا عاوتاني لفيديو واحد اخر عاوتاني صغيره وبالزربه. عاوتاني واحد الخدمه واحده اخرى، واحد العمل واحد اخر صوبته، بغيت نوريكم كيفاش ديروه. عقلنا داك المره صيبنا، لقيت الاسم ديالهم نسميهم قاعده الكؤوس. فصيبنا قاعده ديال الكؤوس مربعين بلون واحد بلون خضر. غير بغيت نصوبهم لكم مدورين على شكل وريدات بحال هكا. قلت مع تيجيو تيتصوبوا بالزربه وتيجيو مزيونين كيتهداو كهديه، فغادي نصوبهم جوج ديال الصوفات اللي هما ديال اللي قطنا معنا هذا النهار. انا مختاره جوج ديال الالوان، الجري والموف. فاختاروا نتوما، يعني انا اختي الرمادي والبنفسجي، حيت انا اللوينات كيعجبوني. وان شاء الله بحول الله غادي نوريكم نيت كيفاش تصوبوا بحال طبيق صغيور اللي غادي نحطوهم فيهم، اللي نقدروا نجمعوهم فيهم، لان هادو كيتصوبوا بمجموعات ديال 6 او 8 او 12 الا حبيتوا. غنستخدموا اليوم كروشي. نتمنى الكاميرا تبينكم بوضوح. 3 مليمتر هذه هي اللي غادي نصيبوا بها، كروشي السايز اللي غادي نصيبوا به، يعني القياس اللي غادي نصيبوا به. وغنبداو اول شيء بالصوفة الكري ديالنا، فغادي نديروا عقده ديال البدايه اللي غادي نبداو بها كيف ما ديما. اذا انا غادي نلوي الصوفة على صبعي، غادي ندير ندوز ونعاود ندوز. راني دايره لكم كروشي في ما بين فيديو في الكروشيات الاساسيات ديال الكروشي ديال كيفاش كنصيبوا العقده ديال البدايه. وغادي نبداو غنصيبوا سلسله شان ديال 4 ديال العقيدات. من بعد ما نصيبوا هاد 4 غادي نلاقيوهم في الاولانيه باش نصيبوا شكل دائري، وغادي تكون عندنا الوسط ديال القاعده الكؤوس ديالنا. غادي نصيبوا اول جوج غرزات، سلسله ديال جوج ديال داك الغرزات اللي غادي يكونوا هما اول غرزه نصف مزدوجه، وهذا كامل غادي تخدم بالغرزه نصف مزدوجه اللي دايرين فيديو ديالها ما بين اول فيديوهات عندنا في عندي هنايا في القناه. فغادي نلويو ندخلو من الوسط ديال هذيك الدواره اللي صوبنا، نجرو الصوفه ونلوي عاود وندوزو منهم بثلاثه. وديما نحاولوا تخليو هذا الديل ديال الصوفه اللي بدينا به مقبوط تما محبوس، باش غادي يعاوننا نقبطو بامان في موضوع. اذا كنلوي عاوتاني، دابا غنصيبو الثانيه ونعاودو ونجرو منهم بجوج. باش تكون عندي مجموع ديال 12 غرزه نصف مزدوجه غادي خصني نصيب 11، لان داك الغرزه الجوج الاولانيين كيتحسبوا كالغرزه نصف مزدوجه الاولى. اذا غادي نكمل بحال هكا حتى نصيب ما مجموع 11 غرزه نصف مزدوجه. والسلسله اللي بدينا بها ديال جوج في الاول كتحسب هي الغرزه نصف المزدوجه الاولى. ونتلاقاو باش نوريكم كيفاش غادي نديروا الصف اللي موراه. اذا انا كملت 12 غادي نلاقي، غادي ندير غرزه ديال الملاقيه مع الجهه الفوقانيه، مع الفوقانيه ديال الغرزه ديال جوج ديال السلسله ديال جوج يا ربي اللي بدينا بها. وهذه جاتني شويه مزيره هذه المره، غنحاول نفرسيها الكروشيه ديالي وغنجر منها وغنجر من الغرزه اللي عندي في الكروشيه ديالي هذه الساعه. نوب مرات ما كتبغيش تصدق. اذا ها حنا دابا باش غادي نبدا الصف اللي موراه، باش ندورو دائره. تنعقلو دائما بان باش كندورو دائره كنزيدو الصف اللي موراه كنديرو جوج غرزات في كل غرزه. اذا غنبدا بعدا غندير واحد جوج، هذه اول غرزه نصف مزدوجه، غرزه اخرى نصف مزدوجه في هذيك بالضبط النيت اللي خرجنا منها، وعاود في كل غرزه تتبعها غادي ندير جوج غرزات نصف مزدوجه. ايام البال بتعلم.
24. غادي نكملوا مزيان هاد الصف ونرجعوا عاوتاني باش نوريكم كيفاش ندوزوا الصف اللي موراه. كملت اذا 24 في هاد الدوره. غادي ندير غرزه ديال الملاقيه، نعاود نبداو سلسله ديال جوج. اذا كل صف كنبداوه بسلسله ديال جوج. غادي نديرو في الغرزه اللي موراها، اذا غرزه غادي نديرو فيها وحده وغرزه غنديرو فيها جوج ديال الغرزات نصف مزدوجه. هذه هنايا وحده، اذا في اللي موراها غادي نديرو جوج ديال الغرزات نصف مزدوجه. هنا غرزه وحده وهنا جوج، يعني هادي غادي نبقاو حنا غادي تنكبروا بها الدائره ديالنا. وحده وهنايا جوج، عاود وحده عاود جوج. ببطء وحده اللي موراها جوج في نفس الغرزه نصف مزدوجه السابقه. وحده هذه اللي تبعها واللي تبعها جوج في نفس الغرزه. يعني غنكملوا، هي دابا الدائره ديال القاعده ديال الكؤوس ديالنا بدات كتسدات كتكون بدات كتبان لنا مزيان. اذا غادي نكمل بحال هكا ونرجعوا نتلاقاو عاود باش نوريكم كيفاش غادي نعاود ندوزو لاخر الدوره اللي غتكون من هذا الشكل، هذا الدوره الرابعه، ونشوفوا كيفاش غنديروا الزواقات اللي دايره اللي عطيها شكل ديال الورده. اذا صوبت اخر غرزه نصف مزدوجه ديال هاد الصف هذا ديال هاد الدائره هذه، وغادي ندير غرزه الملاقيه ونعاود نبدا واحد جوج. هاد السلسله هي اللي غتكون لي اول غرزه نصف مزدوجه ديالي. في الغرزه اللي تبعها غادي ندير غرزه نصف مزدوجه وحده، في الغرزه اللي تبعها غادي ندير جوج ديال الغرزات نصف مزدوجه في نفس الغرزه اللي نصف مزدوجه السابقه. اذا واحد واحد جوج، اذا هاد الصف هذا بحال هكذا غادي نكملوه ونجيو للتالي ديالو ونوريكم كيفاش عاود نلاقيوه وكيفاش نبداو ونخدمو باش نوجدو الوريدات ديالنا في اللون البنفسجي. كملت اذا الصف الرابع ديالي، غادي ندير غرزه ديال الملاقيه هنايا. لاحظتوا معايا هذا هو اللي تيعطينا الداخل ديال الوريده ديالنا، الخلانيه ديالها بحال هكا. دابا غادي نوجدوا لها علاش غادي هاد الفراغات بحال هكا اللي غادي نديروا فيهم هاد الوريده. يعني غنكملوا بنفس الصوفه الرماديه الكري، غادي نديروا عاوتاني سلسله ديال جوج. في الغرزه اللي من بعد غنديروا
غرزه نصف مزدوجه واحده، غنديروا سلسله ديال جوج، غنجيو هنا غنقزو واحد الغرزه سابقه وغنمشيو للغرزه اللي موراها ونديروا فيها غرزه نصف مزدوجه، في اللي تبعها غنديروا غرزه نصف مزدوجه كذلك، عاود نديروا سلسله ديال جوج، نقزو واحد الغرزه نصف مزدوجه ونمشيو اللي موراها وندخلو ونديروا غرزه نصف مزدوجه، في اللي تبعها غرزه نصف مزدوجه، سلسله ديال جوج، نقزو هاد الغرزه نمشيو اللي موراها غرزه نصف مزدوجه متبوعه نيشان بغرزه نصف مزدوجه واحده اخرى متبوعه بسلسله ديال جوج، ونقزو واحد الغرزه سابقه نمشيو للغرزه اللي موراها ونديرو فيها غرزه نصف مزدوجه، وحنا كنكملو بحال هكا المجموعه ديالنا اللي غادي تعطينا بحال هاد الشكل. اذا ديما جوج ديال الغرزات نصف مزدوجه كنقزو وحده بلاص ما نديرو غير جوج، غير غرزه وحده باش نفرقو، غنديرو جوج ديال السلسله ديال جوج، اذا جوج غرزات مزدوجه سلسله ديال جوج، كنقزو الغرزه نصف مزدوجه السابقه وندخلو في اللي موراها ونعاود نديرو جوج غرزات نصف مزدوجه ملاقيه وسلسله ديال جوج وحنا غاديين. اذا هنايا غادي ندير نقز هذه وندخل في هذه غرزه نصف مزدوجه الاولى، الغرزه نصف مزدوجه الثانيه، سلسله ديال جوج، غادي نقز هذه وندخل في اللي موراها غرزه نصف مزدوجه الاولى، غرزه نصف مزدوجه الثانيه، نحاول نقرب الكاميرا ونتسناها دير لي فوكس، ديالي كامله اللي غادي تعطيني فراغات. لاحظوا معايا هنايا درت خطا، يعني درت جوج غرزات مزدوجه وكملت، فغادي نسل الصوفه ديالي مزيان بحال كندير اخطاء وانا تنصور باش تعرفوا بلي راه كلشي تيغلط. اذا غادي نسيب اخر مجموعه، هنا وصلت الغرزه المزدوجه الاولى، الغرزه المزدوجه الثانيه، سلسله وسلسله، وهنا بلاصه ما نلاقي لتحت غادي نلاقي في الفوق هنا ديال السلسله ديال جوج اللي كنت صوبت في الاول، اللي كانت هي اول غرزه مزدوجه ديالنا، وغادي ندير فيها غرزه ديال الملاقيه. اذا كندخل كروشي كنجر الصوفه وكنجر من هنايا، وهذه غادي تكمل ليا كاع فين غادي نحط الوريقات ديال الوريدات ديالي اللي بالموف. اذا دابا باش ندخل لون الموف على اللون الرمادي باش يجي عاطيني بحال هذا الشكل، كنتمنى يكون كيبان لكم اللون واضح مزيان انه لون متغير، لان بانت لي هذه الاضاءه ديال الضو ديال اليوم ما كي هنا راه لون وهنايا عندنا لون اخر، لون رمادي اخر. غادي ندير لكم نبدا ناخذ هذه الصوفه باللون البنفسجي الموف فاتح،
غنصيب بها عقدة ديال البداية حتى هي، مع داك الغرزة ديال الملاقية اللي خليت غادي ندخل هاد الموف، وغندخل هانيشان هذيك الغرزة الموف من الغرزة الكري، وغنجيب القياس ديالي غنقطع الخيط الكري ونجمع هاد السفره الكري. صافي ما بقيتش محتاجاها دابا، وغادي نخدم غرب الموف دابا ونخلي هادوك جوج ديال الديلين ديال ديك الصوفات بجوج عندي هنايا ربطاهم مزيان. وغنبدا اول شيء غادي ندير انني غنبدا غرزه مزدوجه هنايا، في كل فراغ من هاد الفراغات اللي عندنا غادي نديرو 6 ديال الغرزات نصف مزدوجه، 3 4 5 6، وفي هاد ما بين جوج ديال الغرزات النصف مزدوجه اللي كنا كنصيبهم غادي ندير غرزه ديال الملاقيه نيشان، فاذا ماشي غندخل الصوفه من هنا ونجر ونجر، عاود نشوفو جميع ببطء غنجر ديك. ليا هاد الوريضات بحال هكا في الجنب، فغادي نكملو بحال هكا في كل فراغ من الفراغات اللي عندنا غنديرو 6 ديال الغرزات نصف مزدوجه، وفي الفراغ ما بين جوج ديال الغرزات غادي ندير عقده ديال الغرزه ديال الملاقيه، 1 2 3 4 5 6، وهذه غادي ندير غرزه ديال الملاقيه، كنجر الغرزه الملاقيه كنجرها من تما من هذاك الفراغ بيناتهم، ونجر عندي هنايا نعاود نوريكم ببطء جر الصوفه ديالي ما يكفي. اذا 6 ديال الغرزات نصف مزدوجة في كل فراغ من الفراغات اللي عندي، أربعة خمسة، وما تديوهاش في داك النهايات ديال الصوفة اللي عندكم ديك الديل اللي عندكم، غادي نقطعهم بعد ما ينقص وما يبقاش كاع باين. دابا ركزوا معايا في هذا الفراغ اللي عندي ما بين جوج ديال الغراز، غندخل غنجر الصوفه غندخلها من هنا وغندخلها من الغرزه اللي عندي في الكروشي ديالي، ونلوي نيشان من بعد الكروشي دغري دغري اب،
وحنا غاديين. اذا غنكمل بحال هكا ونطلق نوريكم كيفاش غادي نساليو هاد نسدو هاد الوريضه بحال هكا، ونبدا نوريكم كيفاش نصيبو الطبيق اللي غادي نحطو فيه هاد الوريضات. اذا اخر جوج ديال ريشات الورده وصلت ليهم، غنصوبوهم جميع ثلاثة أربعة خمسة أخيرا ستة غرزة ديال الملاقية، وعاود آخر ستة هنايا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وستة. وهنا غادي نلاقي في التحت ديال هذيك الوردة الأولانية، وغادي نجيب المقياس ديالي ونقطع الصوفة ديالي ونجر كاملا باش نزيرها مزيان. إذا هنا كملت الوردة ديالي، هذا هو الشكل ديالها. دان زوينين باش تحطوهم تحت الكؤوس ولا تحت تحت لي فاز حتى هما. دابا غنجيب غير هذيك ليبره ديالي كيف ما العاده. دابا وليتو تتعرفوا شنو هي الطريقه باش كنخدم. فكنجيب ليبره ديالي ديال الصوفا تندخلها فيها، وكنبقى ندخل تحت الغراس باش نخبي هذا الطرف الصوفا بطريقه اللي ما تتبانش. ف يعني انا قررت انه اللافاس القداميه الجهه المقابله للكاسه تكون هي هذه، فغنحاول ندخلهم من الجهه اللورانيه. وغندير في اول شيء يعني نحاول ندير عقده اللي غادي تامن لي انه كل شيء غادي يبقى في بلاصتو. من بعد غادي نبدا ندخل من تحت من هاد الغراس ديال هاد الوريضه، من طريقه باش كتشوفوا ما كاينش الابره ما تتبانش لا من هنا لا من هنا، وتنخرجها. يعني بالتزييره هي الطبيعيه ديال الصوفة اللي مجموعه من تما من تحت كتبقى مسدوده بامان ان شاء الله وما تسليكمش. وتنظن ان هذه زعما تكون هديه زوينه، تكون هديه مغيره شويه من داك الهدايا اللي تنشريوهم واجدين. يعني هديه مشخصه شويه، وتقدروا نديروها في الالوان اللي تنعرفوا لهداك السيده اللي غادي نهديوهم ليها، الصديقه ديالنا ولا الاخت ديالنا ولا مامانا ولا اي واحد. يعني انا فكرت واقيلا غادي هادو غنصيب مجموعه ديال ستة وغنعطيهم ان شاء الله لحماتي كهديه باش نصيب لها يعني جروب مزيون، فهي تتشجعني بزاف حتى هي على هاد العمل ديال الكروشيه. صافي حسيت بانني جريت بما فيه الكفايه، ويعني انه ما غاديش يتسل. صافي غنقطع هذاك الطري ديال الصوفا الزايد اللي كان عندي تما، ونقاد الورده ديالي. هكا غنكون كملت الورده ديالي. دابا بغيت نحطهم في سليله بحال سليله هي مصيبه بالكروشي، بغيت نخالف اللوان. فالورده الدخلاني ديالها رمادي والبراني ديالها بنفسجي، بغيت نخالف طبقه ندير لها الدخلاني ديالها بنفسجي والبراني ديالها وردي، البراني ديالها رمادي. اذا دابا باش ندير هذيك الطبقه اللي غادي نحط فيها دوك القاعده ديال الكؤوس اللي صوبت، غادي نجيب الصوفه اللي هي موف كليغ البنفسجيه كليغ. غادي نصيب عقده ديال البدايه كما قلنا في الفيديوهات الاولى ديال اساسيات الكروشي كيفاش كنصيبوا العقده ديال البدايه، عاود الا تذكرتوا معايا. غادي نبدا غادي ندير ثلاثه ديال سلسله ديال ثلاثه ديال الغرز، وغنرجع لهذيك الغرزه الاولى اللي درت، وفي قلب منها غادي ندير 11 الغرزه نصف مزدوجه بحال هادو دابا اللي خدمنا بهم القاعده الكؤوس. اذا 11 الغرزه نصف مزدوجه. الدخله الاولى اللي غادي تدخل فيها غادي تكون شويه صعيبه، ومن بعد غادي تسهل الماموريه. اذا هذه غتكون اول غرزه نصف مزدوجه، ثاني غرزه نصف مزدوجه ديما في هذاك الغرزه ديال البدايه، ونحاولوا نشدوا هذاك الديل اللي بقى باش يتحبس تما وما تحلناش ان شاء الله العمل ديالنا. ثاني وحده، دابا ندير ثالث وحده،
رابع وحده، اذا كندخل ونعاود نلوي ونجر منهم بثلاثه، نلوي وندخل ونلوي ونجر منهم بثلاثه. اذا انا صيبت هنايا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، هذه سته سبعه ثمانيه تسعود عشره وحدة. شوف الاول من درت السلسله درت فيها ثلاثه، وهذيك الغرزه الاولانيه اللي دخلت فيها كتعتبر هي الوسطاني ديال الدائره ديالنا، وهذوك الجوج الاخرين تعتبروا اول غرزه نصف مزدوجه. اذا المجموع لنا غادي يكون هو 12، وغنديروا غرزه ديال الملاقيه في التوب ديال هذيك، ونبداو ان شاء الله لاغونجي الاخرى. اذا باش نبداو غنديروا واحد جوج، هذه اول غرزه نصف مزدوجه كيف ما ديما، وغنديروا ثاني غرزه نصف مزدوجه في نفس هذيك الغرزه اللي خرجنا منها، اذا جوج. اذا في كل غرزه دابا في هذه الدوره الثانيه، في كل غرزه غادي نديروا جوج غرزات نصف مزدوجه. في كل غرزه نصف مزدوجه سابقه غادي ندخلوا بالكروشي ديالنا جوج المرات باش كنكبروا الدوره. في الثاني ان شاء الله خص يكون عندنا 24 غرزه نصف مزدوجه على الدوره ديال الدائره ديالنا كامله. اذا غنبقاو ندخلوا بحال هكا، غنديرها معكم ببطء في الغرزه الجايه. انا وصلت لاخر غرزه، اخر غرزه بقات لي، دونك غندير فيها جوج ديال الغرزات نصف مزدوجه تسلت لي، ونلاقي مع الفوقاني ديال الغرزه نصف ديال السلسله جوج اللي بدينا بها. دابا غنزيدو نكبروا الدائره ديالنا، ولا عقلتوا معايا باش كنكبروا الدائره. المره الاولى كنديروا جوج على الدوره كامله، المرة الثانية كنديرو وحدة جوج وحدة جوج وحدة جوج، المرة الثالثة كنديرو وحدة وحدة جوج وحدة وحدة جوج وحدة وحدة جوج. إذا دابا حنا في الصف اللي غنديرو وحدة، ونقزو نيشان ما ندخلوش هنا، نقزو نيشان اللي موراها ونديرو فيها جوج، واحد جوج، عاود اللي تابعها غنديرو غير وحدة، اللي تابعها غادي نديرو جوج، واحد جوج، عاود اللي تابعها غادي نديرو فيها غير وحده، واللي تابعها غنديرو فيها جوج. غتبقاو تخلفوا بحال هكا وحده جوج وحده جوج حتى نوصلوا لاخر وحده، اللي بطبيعه الاعداد اللي عندنا هنايا اللي هما اعداد زوجيه ماشي فرديه، غادي خص الاخر يجي فيها نورمالمون جوج. احنا نتلاقاو بالفعل. وصلت للتالي لاخر دوره، وغادي يكون عندي دابا غندير وحده، وفي اللي تابعها اللي هي اخر وحده كيف ما قلت لكم غادي يجيوني فيها جوج ديال غرزات نصف مزدوجه، وغندير غرزه الملاقيه في الفوق. اذا كندخل من جوج عريشات، عندي جوج عريشات في الفوق ديال هاد الكاميرا حلفات ما ندير الفوكس، ها، ونجر من الغرزه اللي عندي. وهنا غنكون ساليت الدوره الثالثه. باش تحسبوا كيفاش الدوره، هذه الاولى واحد جوج ثلاثه، في الدوره الرابعه غنبداو واحد جوج سلسله ديال جوج، اول غرزه نصف مزدوجه، هذيك الغرزه اللي خرجنا منها غنقزوها، الغرزه اللي وراها غنديروا فيها واحد حتى هي غرزه نصف مزدوجه وحده، عاود الغرزه اللي وراها غندير فيها جوج في نفس الغرزه السابقه، غندخل بالكروشي ديالي جوج المرات في نفس الغرزه السابقه، عاود واحد واحد وجوج هنايا، واحد جوج. نعاود نشوفو ببطء ونحاول نركز مع الفوكس ديال الكاميرا،
اذا لويو سوفا ندخلو واحد الله عاود ندخلو واحد الله عاود ثالث وحده ندخلو فيها جوج ديال المرات. غادي نكملو بحال هكا الدوره ديالنا كامله ديال هاد القاعده ديال الطبيقه اللي غنديروا فيها القاعده الكؤوس، ونتلاقاو في التالي عاود باش نجمعو نلاقيو اخر ثلاثه ديال الغراز كيفاش غادي يكونوا. بقينا وصلنا اخر ثلاثه ديال الغراز، دونك غادي ندخلو مره واحده هنا مره واحده هنا، وفي اخر وحده غادي نديرو جوج ديال الغرزات نصف مزدوجه، وغنلاقيو كيف ما ديما بغرزه ديال الملاقيه. نبداو ان شاء الله الصف القادم ديالنا، اذا واحد جوج ثلاثه اربعه، درنا اربعه ديال الصفوف. دابا الصف الخامس دابا درنا وحده وحده جوج، اذا الجايه وحده 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 جوج، هذا الصف الخامس. غنبداو سلسله ديال جوج اللي هي اول غرزه نصف مزدوجه، ها ثاني غرزه نصف مزدوجه، ها ثالث غرزه نصف مزدوجه، ها الغرزه اللي فيها جوج ديال الغرزات نصف مزدوجه، اذا أربعة وخمسة. عاوتاني الغرزه الاولى مره واحده، الغرزه الثانيه مره واحده، الغرزه الثالثه مره واحده، والغرزه اللي موراها غنديروا فيها جوج، يعني الرابعه غنديروا فيها جوج. يعني غنكملوا بحال هكا باش تزيد تكبر الدائره ديالنا، وحنايا غاديين نوصلوا لاخر مجموعه ديال اربعه ديال الغراز، ونعاود نوريكم كيفاش نكملوا الدائره ديالنا وكيفاش نلاقيو. اخر اربعه ديال الغرزات هنا فيهم اخر مجموعه، واحد جوج ثلاثه اربعه وخمسه في اخر وحده، اربعه وخمسه في اخر وحده، ونلاقيو في الفوقانيه الغرزه الفوقانيه ديال السلسله جوج اللي بدينا بها الصف الصف ديالنا. اذا ها نتوما كتلاحظوا الدائره غادي تتكبر. دابا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه الصف السادس، اذا الصف السادس غادي ندخلو مره واحده في اربعه ديال الغراز، وفي الربعه في الغرزه الخامسه غنديرو جوج ديال المرات. غنبداو بسلسله جوج كيفما ديما، هذه اول غرزه مزدوجه، ثاني غرزه مزدوجه، ثالث غرزة مزدوجة، رابع غرزة مزدوجة، وفي الخامسة غادي ندخلو جوج ديال المرات، واحد جوج. اذا الطريقة ديال الحساب غادي ديرو واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة وستة، خمسة وستة في الخامسة. إذن نعاود نحاول نديرو ببطء باش نتبعو جميع، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وستة، خمسة وستة في نفس الغرزة، ونكملوا الصف ديالنا بالغرزة النصف مزدوجة بحال هكا بهذا التتابع ديال واحد 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 جوج. إذا أربعة المرات ندخلوا مرة واحدة، وفي المرة الخامسة كندخلوا جوج ديال المرات، ونتلاقاو باش نعاود نكملوا الصف ديالنا ونلاقيو المجموعة ديال الصف السادس ديالنا، وندوزو الصف السابع ان شاء الله. وصلنا لاخر مجموعة في الصف السادس ديالنا، واحد
جوج ثلاثة أربعة وأخيرا خمسة وستة. وستة ونلاقيو في الغرزة الفوقانية كاع ديال السلسلة ديال جوج ديالنا، وبهذه غنكونو كملنا الصف السادس ديالنا. إذا باش نبداو الصف الماجي ديالنا غادي نبداو عاوتاني بجوج ديال الغرزات. في ستة كنا كنديرو أربعة ديال الغرزات نصف مزدوجة وغرزة جوج غرزات في الغرزات اللي موراها اللي هي كتسمى زيادة. فإلا بغيتو تعرفوا مزيان كيفاش كيدار هذا الباترن، في الأولى تنديرو 12، الثانية تنديرو جوج ديال الزيادة، تنديرو زيادة في كل غرزة، يا ربي زيادة في كل غرزة. في الثالثة تنديرو غرزة وزيادة، غرزة وزيادة. في اللي موراها تنديرو جوج غرزات زيادة. في الثالثة تنديرو ثلاثة الغرزات زيادة. في الرابعة تنديرو أربعة ديال الغرزات زيادة. من بعد خمسة الغرزات زيادة هي اللي جاية لنا دابا. سمحوا لي كنعتذر على داك البيب اللي سمعتو، هذاك جاي من الفرن ديالي مشيت طفيتو. فإذا قلت لكم دابا غادي نبداو اللي غادي نديرو خمسة ديال غرزات مزدوجة فردية وواحد زيادة. إذا هذه هي الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، والزيادة ديالنا إذا جوج ديال غرزات نصف مزدوجة في الغرزة نصف مزدوجة السابقة. عاود الأولى، ما دارش، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وفي السادسة ديالنا الزيادة ديال جوج الغرزات نصف مزدوجة في غرزة نصف مزدوجة السابقة. وغنكملو بحال هكا هاد الصف ديالنا. إذا خمسة ديال الغرزات نصف مزدوجة فردية و غرزة نصف جوج غرزات نصف مزدوجة في السادسة ديالنا، ونتلاقاو باش نعاود نسدو هاد الصف هذا ونتابعو. وصلت إذا لآخر مجموعة ديال الخمسة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، وستة، وسبعة في الآخر وحدة. دابا غادي نلاقيو في الغرزة الفوقانية ديال السلسلة ديال جوج، هذا غنكونو سالينا آخر دائرة ديالنا. دابا ركزوا معايا مزيان، غنكملوا مازال بالغرزه نصف مزدوجه، غير هو باش نديروا طبيقه او سليله او شنو ما بغى يكون خصو يطلع مع الجناب. باش يطلع مع الجناب غنخدم واحد الطريقه اللي غادي اللي تتسمى بالانجليزيه باك بوز، ولكن الا جيت غير نفسرها لكم طريقه باش غادي نديروها. غادي نبداو دائما بالسلسله ديال الجوج ديالنا لان غنكملوا خدمه بغرزه نصف مزدوجه، غندوروا على اساس اننا غادي نخدموا بالغرزه نصف مزدوجه. وركزوا معايا مزيان، غادي ندخلوا من التحت في الغرزه ونعاود، ها انتم شفتوا معايا مزيان، ندخلوا في التحت ونعاود ندخلوا من الجهه الاخرى بالمقلوب، ونجروا الخيط منهم بجوج وندوروا وندوزوا الغرزه نصف مزدوجه. كنلويو الخيط، الغرزة اللي حنا فيها تندخلو منها من اللور، تنخرجو من الغرزة الأخرى من القدام، تنلويو الخيط وندوزو منهم بجوج، وكنعاودو نلويوه ونديرو الغرزة نصف مزدوجة ديالنا. نعاود نكملو، لويو هانتوما باش تشوفو مزيان، لويو دخلو من الغرزة من الجهة اللورانية، دخلو من الغرزة اللي موراها من الجهة القدامية، لويو وجروا الصوفه منهم بجوج وجروا. يعني بحال اللي بغيتو تقولوا عاود ما ندوزو من كل غرزه من الفوق ديالها، تندوزو من ديك العريشات ديالها الصغار،
انا نحاول نجرو لكم باش نوريه لكم. كندوزو من هاد العريشات هادو فعاود من هاد لي طرون دارب اللي حاجه ما نقولو، فكنلويو الصوفا كندخلو من هذيك الغرزه اللي حنا فيها من الجهه اللورانيه، كندخلو من الغرزه اللي موراها من الجهه القداميه، كنشدو بحال داك العريش اللي بيناتهم، نجرو الصوفا منه ونجرو بجوج. بهذه الطريقه غادي توقف لينا السله ديالنا، الجناب ديالها غادي يكونوا طالعين. اذا هذه راه ديما الغرزه المزدوجه، ولكن غير الطريقه باش كندخلو في الغرزه هي اللي كتبدل النتيجه اللي غادي نوصلوا لها. فكنلويو الصوفا وندخلو من الجهه اللورانيه، نعاود ندخلو من الجهه القداميه، ونلويوها نجروها منهم بجوج، ونلويوها ونكونوا الغرزه نصف مزدوجه ديالنا. فإذا لاحظتوا هذاك الجنيب تيتتنا وغادي يجي واقف، غادي يجي طالع باش نكملوا الطبقه ديال الناس السديده ديالنا اللي غادي نحطوا فيها القاعده ديال الكؤوس اللي صوبنا. فنعاود ناخذ، نعاود نحاول نوريكم ببطء شديد، كنلويو الصوفا كندخلوها من اللوراني ديال ديك الغرزه اللي حنا فيها، من القدامي ديال الغرزه الاخرى كنعاودو نلويو الصوفا، نجروها منهم بجوج، نخرجوها ونلويو ونكونو الغرزه نصف مزدوجه ديالنا. وهذا تيعطينا هذاك الجنيب اللي تيكون طالع. اذا ما غنديرو لا زياده لا نقصان في هاد الدائره، اذا غادي يكون نفس العدد ديال الغرز نصف مزدوجه ديال الصف السابق، اينما هو في هاد الصف هذا، هاد الصف الثامن. غنبداو نطلعو الجناب ديال السديده ديالنا، ومنين غادي دابا نطلعتها بهذا اللون هذا، ومن بعد غادي نبدل، غادي ندير في الكري. اذا غنتلاقى معكم باش نوريكم كيفاش غادي نبدل، حيت غندير غير هذا الصف هذا اللي بالموف، والصف اللي تابعوا يعني الجناب ديال السديده ديالنا غادي نكملهم باللون الرمادي. ما غنبقاش مكمله بهذا اللون هذا اللي هو الموف فاتح البنفسجي فاتح، غادي نمشي ندير اللون الرمادي. فكملوا بحال هكا، كتصيبوا الجناب ديما غتطلعها يعني دخلتيها من اللور غادي تخرجها من اللور، دخلتي الكروشي ديالك من اللور ديال الغرزه من القدام غتعاود تخرجو من الجهه اللورانيه ديال الغرزه، وهذا غادي يعطيك هذاك الجنيب اللي طالع. غادي يوقف مزيان، غادي يطلع مزيان. فغنكمل بحال هكا ونتلاقاو باش نسدو هادي ونزيدو نزيدو الصف القادم ديال الغرزه النصف مزدوجه ديالنا اللي هما الجناب ديال الطبيقه في اللون الرمادي. يعني وصلت لاخر غرزه، غادي نصيب اخر غرزه نصف مزدوجه ونلاقي في الفوقاني ديال الغرزه ديالي، وهكا غادي يكون عندي ديك الجنيب طالع في الطبيقه ديالي في السليله. هذا الخيط هذا دابا صافي نقدر نقطعو لان حبستو في الدائره الدخلانيه. وغادي نجيب دابا الصوفه اللون الاخر اللون الرمادي، نصيب غرزه ديال البدايه وغادي نبدل اللون ديال الكماله ديال الطبيقه ديالي، ونقطع من هذيك البنفسجيه صافي ونجمعها، ما بقيتش محتاجاها. اذا دابا غادي نكملوا العدد ديال الصفوفه اللي غادي نديروا بهذه الصوفه هذه باش نطلعوا الجناب ديال السله، غادي يكون على حساب شحال بغينا نحطوا فيها من قاعده ديال الكؤوس من هذوك اللي صوبنا. اذا انا غير باش طريقه اخرى باش نتاكد انه الخيوط ديالي ما غاديش يتسلو، هي تندير واحد جوج ديال العقدات بديك الجوج ديال الاديال ديال اللون اللي بقاو، ندير جوج عقدات ومازال غنخليهم وندوزهم تحت من البقيه ديال الصفوفه ديال الكروشي ديالي اللي غادي ندير. اذا غادي نجمع هذوك الجوج ديال الخيوطه هنايا، نجر الخيط ديالي الكري، صيبت عقيده، غادي ندير واحد جوج، وفي كل غرزه الدوره ديالنا الغرزه نصف مزدوجه السابقه اللي درنا غادي ندير غرزه نصف مزدوجه، وغنبقى غاديه بحال هكذا
العدد ديال الصفوفة اللي غادي يجوني انا كافيين باش نحط فيهم واحد 6 ديال الطبقات ديال الكؤوس، 6 ديال قاعدات الكؤوس وقاعدة ديال يا اما البريق ديال الشاي او البريق ديال القهوة، او يعني وحدة درتها كبر شوية من هادوك الاخرين باش نكبر القاعدات ديال الكؤوس. كيف ما شفنا كنزيد غير العدد ديال الدائرات قبل ما نوصل للدائرة اللي تنصيب بها الوريدات لي بيتال ديال الوريدات ديالي. فغادي نكمل بحال هكا، غادي ندير اذا دابا ظنيت بان راكم عارفين كيفاش كتخدم. غادي نبقى نكمل غرزه نصف مزدوجه في كل غرزه نصف مزدوجه سابقه عاديه، يعني حتى شي حاجه ما غريبه، راكم عارفينها دابا حتى شي حاجه متغيره على اللي مولفين تنديروه. وغادي نكمل بحال هكا، ندير العدد ديال الدورات اللي انا تيبانوا لي كافيين ونتلاقى نوريكم الشكل النهائي وندير فيه قاعده الكؤوس وتشوفوا كيفاش جاو. اذا صافي انا وصلت لاخر اخر غرزه، بقات لي غير اخر غرزه نصف مزدوجه وكملت السليله ديالي اللي غادي نقدر نحط فيها القاعدات ديال الكؤوس. اوب ايوا، وغادي نقطع دابا هاد الطرف ديال الصوفا وكيف ما ديما كنجروه كنزيروه مزيان وكنجيبو البرا وندخلو فيها هذيك الصوفا وندخلوها من الداخل ونحاولو نخبعو هذيك الصوفا كاملة اللي داك الخيط ديال الصوفا اللي بقالنا. غادي نوصل لواحد الطريف وغادي ندير عقيدة باش غتبقى لي مزيانة. صافي دابا زيرتها مزيان، وغنقطع داك جوج طريفات ديال الخيط. وها حنا كملنا السليلة ديالنا الطريقة ديالنا، ونقدرو نديرو فيها ديك الساعة هادوك القواعد ديال الكؤوس اللي صيبنا. وبهذا الشكل هذا يقدروا يتجمعوا ويكونوا في بليصه بحال هكذا. كنتمنى من الله يكون هاد عجبكم هاد الدرس هذا ديال هاد القواعد ديال الكؤوس والسليله ديالهم فاش نحطوهم. كملوا تتبع معايا في القناه، مازال فيديوهات اخرين ماجيه، مازال غنحاول نصيب حويجات اخرين قبعات كاع داكشي اللي غادي يصلحنا دابا في فصل الشتاء. الفيديو القادم ان شاء الله نحاول نصيب بوتيوات صغيرين لبيبي. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، والى بغيتوا تشوفوا فيديوهات كل مره اللي غادي نحط فيها فيديوهات جداد التحقوا بالقناه، ديروا واحد سبسكرايب. ومنين يكون عندكم شي سؤال او شي تعليق او اي شي يعني تبغيو توضيحات عليه، ما تنساوش تخليو لي التعليق لتحت من الفيديو اللي حبيتو، ان شاء الله نجاوبكم في اقرب وقت ممكن. اذا خليتكم في رعايه الله، واذا الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.